في أسلوب علمي لمواجهة الإرهاب. نحن لم نواجه الإرهاب حتى هذه اللحظة، إحنا بنحبط عمليات إجرامية، ده مش مواجهة إرهاب. مواجهة الإرهاب يا بنتي منظومة من 6 محاور بخلاف المحور الأمني: محور سياسي، محور اقتصادي، محور أمني، محور إعلامي، محور ديني، محور اجتماعي. كل محور من دول بيتطلب قيام مجموعة من الوزارات والمؤسسات بواجبات محددة علشان نواجه الإرهاب. مواجهة الإرهاب محتاجة إن احنا نصحح المفاهيم، إن احنا نجفف مصادر هذا الفكر، إن احنا نمنع مصادر التمويل، إن احنا نمنع إن نحصن الشباب بالذات إنه ما يتأثرش بالكلام اللي يتقال. المحاور الستة اللي أنا قلتها لحضرتك بتقوم بهذا الواجب. إذا لم ننفذ هذا إحنا هندخل في مرحلة أخطر وأصعب وأشد ضراوة مما نحن فيه عشرات المرات. أتمنى إنه هذا عشان ننفذ هذه المحاور إحنا محتاجين إن إحنا نعمل مجلس قومي لمكافحة الإرهاب، يبقى فيه العلماء والمتخصصين اللي يقدروا يحطوا المخطط اللي يراجع به الإرهاب ويشرف على تنفيذه، ويكون هذا المجلس لديه صلاحيات لديه أدوات لتنفيذ ما يصل إليه من قرارات ودراسات. وأيضا هذا المجلس لازم يكون نواة لمجلس قومي عربي لمكافحة الإرهاب، بمعنى إن إحنا كعرب محتاجين إن إحنا كلنا نتضامن ونتوحد، مش نتفق، لا، نتوحد في أسلوب مواجهة الإرهاب.